برهان، انا جيت هنا طبعا عشان اعالج بشرتي، لان كان عندي مشاكل في بشرتي. اولها طبعا كانت الحبوب، كان عندي اثار حبوب بقع في البشره، كان عندي كمان دارك سيركل حوالين العين. وطبعا الحاجه دي كانت مزعجه جدا بالنسبه لي، ما كنتش بقدر احط ميك اب، ما كنتش ببقى يعني كان الموضوع ملفت. كان دايما اصحابي يقولوا لي طب عندك مشاكل كذا في بشرتك، كان حاجه محرجه بالنسبه لي طبعا. وحاولت كتير ان انا اعالجها، جربت حاجات في البيت، جبت حاجات من على النت وحاولت اجربها. بدأت العلاج في المركز واخدت معاهم جلسات، والجلسات دي طبعا فادتني. اول مره لما جربت قعدت اسبوع، وبعد كده يعني لاحظت نتيجه، فبعد كده كملت اخدت طبعا جلسات، كملت الجلسات الكورس، واخدت معاهم كمان كان علاج تغذيه. الجزء الخاص بالتغذيه ده طبعا فرق معايا كتير، لان انا كانت اول مره اجرب واول مره اروح مركز يهتم بموضوع التغذيه. ولفت انتباهي الحاجات مهمة زي مثلا مضادات الأكسدة، التغذية، الجزء الخاص بالأوميجا 3 زي السالمون مثلا والمكسرات، الشاي الأخضر، العصائر، الفواكه. بعد لما خدت الكورس العلاج الجلسات دي كمان مع التغذية، لقيت فرق في بشرتي كبير، لقيت ثقتي في نفسي أحلى، يعني بقيت مبسوطة ان وشي بقى أحلى، يعني بقيت أحط الميك اب أحس ان وشي فيه نضارة. غير الأول كنت بحب أحط ميك اب، بس كنت دايما بحس ان وشي شاحب، كنت بلاقي مهما حطيت كذا طبقة من الميك اب الموضوع برضو ستيل فيه مشاكل، فالمشاكل ظاهرة. بقيت أبص في المراية بقى مبسوطة، اصحابي اخدوا بالهم من الحاجه دي وقالوا لي فعلا الجلسات دي فرقت، ودي حاجه كانت مفرحاني جدا، ما كنتش اتوقع يعني مده شهرين بس فعلا لقيت فرق يعني ملحوظ، ويعني مراحل كتير اتغيرت في الشهرين.